جميل. أرسل يتابع اللقاء وأرسل لي أربع أبيات واذكر فيها قناة الواقع وشهادة أبو عبد الله أعتبرها وسام على صدري. ما شاء الله. ونبي نعطيكم الأربع أبيات هذه بشيلة. يا سلام. ونبي نعطيكم قصيدة حصرية للقناة أول مرة أجيبها، ونبي نعطيكم أبيات عن بر الوالدين. يا سلام. الله بيض الله وجهك. الله لا يهينك. اللهم آمين. هذه والله دعوة لكل شاب. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. أنتم من يسمع يا بنا. السلام أبو عبد الرحمن. تنفع المؤمنين. صحيح. إن شاء الله. من قال سالم يقول أبو عبد الله شفنا معلم كبير بشاشة الواقع. شفنا معلم كبير بشاشة الواقع يلقي دروس تناسب ذوق طلابه. القيد روسا تناسب ذوق طلابه. لوحة شعر تثير بلونها الفاقع والوانها تلفت الانظار جذابة. تشبه رياضا بما نبتها ناقع ما ناظر زهورها والورد خلابا. ما ناظر زهورها والورد خلابا لكن أنا شوف شقني بحل الراقع من عقب حزب اليسار اللي بالشنابه. من عقب حزب اليسار اللي بالشنابه. سلامة الجميع. الله يسلمكم. أنا ترى فهمي على قدي آخر شطر ما فهمته. والله يمكن يتكلم عن الشعر يعني الشاعر. اي انا بقول لك حاجه، يمكن يتكلم عن المستشعرين اللي داخلين على الشعر. اها يا سلام يا سلام. صحيح. يا سلام. لان هو من الشعراء اللي يحامون على الشعر ويهمه الشعر وكفو ابو عبد الله. يا سلام. ولا يهم من يسمع فعلا بعض الناس يعني.